نروح لناقدنا الرياضي والصحفي الكبير الاستاذ علاء عزت. مساء الفل يا استاذ علاء. كابتن اسامه، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدينك وكل جماهير النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن اسامه. منور قناه الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن، بنورك ووحشني جدا يا كابتن اسامه والله. انت اللي وحشني كتير يا استاذ علاء. وانا بتكلم دلوقتي عن ملف الاعارات، شايف ازاي ملف الاعارات النادي الاهلي بيعير 3 لاعبين الى الدوري التشيكي. بالتاكيد يا كابتن اسامه، يمكن انجح تجربه عملها نادي في الاعارات هي النادي الاهلي. دلوقتي حضرتك بنتكلم دلوقتي جماهير النادي الاهلي، دلوقتي حضرتك لما تسالها مين الصفقات اللي نفسك فيها لاول مره جماهير النادي الاهلي دلوقتي لما بتقول لها مين الصفقه اللي نفسك فيها، تقول لك عمار حمدي، تقول لك احمد ياسر ريان، تقول لك اي لاعب من لاعبين النادي الاهلي، احمد عبد القادر طبعا، محمد عبد المنعم يمكن لفت الانظار، عبد المنعم. يعني حضرتك دلوقتي لو والله يا كابتن اسامه لو بتسال اي واحد تقول له نفسك الاهلي يجيب ايه، صفقه ايه، يقول لي نفس الاهلي يرجع احمد ياسر ريان، نفس الاهلي يرجع عمار حمدي. يعني الناس دي عندها ثقه ان لعيبه النادي الاهلي هم الافضل من الصفقات الخارجيه. يعني دلوقتي حضرتك لما تسال حد تقول له الاهلي محتاج مهاجم اجنبي، يقول لك لا مش محتاجين مهاجم اجنبي، محتاجين احمد ياسر ريان. تقول له مثلا محتاجين صانع العاب، يقول لك لا احنا عندنا احمد عبد القادر، عندنا فلان، عندنا فلان، عندنا فلان. يعني اقصد ان جميع النادي الاهلي دلوقتي بقت كل بالنسبه لها الصفقه الكبرى للنادي الاهلي هي عوده ابنائها، وده مكسب غير عادي، مكسب في التفكير يا كابتن اسامه. يعني دلوقتي بيقول النادي الاهلي اقسم لك بالله يا كابتن اسامه، انا ما فيش حد بقابله الا ويسالني على صفقات النادي الاهلي، اقول له اهتمام نجيب حد من بره، يقول له ليه حد من بره؟ ما عندنا ابناء دينا متالقين. فعلا النادي الاهلي نجح ان هو يعمل ليه ذخيره حيه خارج الجزيره، وده شيء مهم جدا، انك ازاي تقدر تصنع ليك ذخيره حيه قويه جدا جدا بره 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 اسوار النادي الاهلي. شفنا نجاحات اللعيبه دي بشكل كبير جدا لدرجه ان هم مطلب الجماهير. النادي الاهلي ازاي النادي كان عنده وجهه نظر في ان اي ان اللاعبين دي لما تخرج، وكانت وقتها كانت ناس كتير جدا زعلانه، وكان في ناس انتقدوا اداره النادي الاهلي وقتها ليه نستغنى عن فلان وليه نستغنى عن فلان، ورغم ان هم ما كانوش شافوهم كتير، كانوا بيسمعوا عنهم بس يا دوبك بس بتسمع بس ان فلان ده نجم مبشر او لاعب صاعد واعد، الكلام ده كله كانوا شافوهم في الملعب. طب شايف الخطوه الثانيه يا استاذ علاء، ده بالنسبه للاعارات الداخليه، طب شايف بقى الخطوه اعارات خارجيه للدوري التشيكي، شايف الخطوه الاكبر دي ازاي؟ شوف انا شايف ان دي ده امتداد لمنهج عند النادي الاهلي. يا كابتن اسامه، ناس كتيره جدا ما تعرفش النادي الاهلي بيتواصل مع كل انديه الدوري الممتاز وانديه الدوري الدرجه الثانيه. اللي اخطر لك سر مثلا الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر قال لي ان الكابتن الخطيب في الموسم قبل الماضي قال له اي لاعب تحتاج الدعم بيه صفوفك من ابناء النادي الاهلي من ماشيين النادي الاهلي احنا تحت امرك ومجانا. مجانا، واحط تحتيه مجانا دي 100 خط. وساعتها الدكتور عمرو ضحك وقال لي تخيل لما الكابتن الخطيب بيقول لي تعالى خد دعم صفوف نادي النصر او فريق النصر في الدوري الدرجه الثانيه بنجوم النادي الاهلي ومجانا، ولو حبيت تشتريهم بعد كده النادي الاهلي هيكون ليك الافضليه في شراء لعيبه باسعار مناسبه جدا بدون تغالي. اقصد ان النادي الاهلي مش كل شيء معلن، احنا احنا بنعرف المعلن، لكن في الكواليس قصص كتيره جدا، في انديه كتيره جدا، مدربين انديه كتيره جدا قالوا لي ان هم تواصلوا مع اداره النادي الاهلي. نادي بنود العرب قال لك اتواصلنا مع النادي الاهلي ورحبوا ان هم ياخدوا اي لاعب. نادي الاسماعيلي والكابتن على ابو جريشه طلع اعترف في اكتر من مناسبه واكتر في اكتر وسيله اعلاميه، قال ان النادي الاهلي كان مرحب بان هو يعير النادي الاسماعيلي اي لاعب نادي الاسماعيلي يكون محتاج فيه في اي مركز. وهو ده دور النادي الاهلي يا استاذ علاء، ده دور النادي الاهلي. عايز اخدك لملف تاني. اتحاد الكره بيعلن او في خبر بيعلن ان اتحاد الكره بيعتبر مسابقه 99 هي دوره تنشيطيه وليست مسابقه رسميه. طبعا يا كابتن اسامه، طبعا معروف الهدف من هذا القرار. ده قرار انا قلت قبل كده على شاشه اون تايم سبورت ان ده قرار مجنف في نادي الزمالك. مع احترام نادي الزمالك، لكن ده كان محاوله من اتحاد الكره لامتصاص غضب نادي الزمالك، مش عارف غضبوا على ايه، لكن على الاقل يخفف شويه من ثوره الانتقادات اللي بتطير اللي هي صادره من نادي الزمالك ضد اتحاد الكره الليل ونهار. فاتحاد الكره حب يراضيهم بهذا الامر، لان الغير معلن ان لو تم الغاء لو تم استكفاء الصفقه وبغض النظر عن فايز بيها، بالتالي هيكون في اثار على نتائج الزمالك في الدوري في الفريق الاول نادي الزمالك في الدوري الممتاز. ايوه، لا ده سنه بس، انا عايز ما ينفعش اعدي النقطه دي كده. النهارده مسابقه ابتدت من شهر
تسعة ولا من شهر 10 اتلعبت حوالي 7-8 شهور بحكام بماتشات مباريات خارجية ومباريات داخلية، وفي الآخر أعتبر المجهود ده كله هي دورة تنشيطية النهاردة، يبقى أنت القرار اللي أنت أخدته النهاردة بإشراك سيف فاروق جعفر يبقى النهاردة كان خطأ أنك أنت تعتمد إشراك سيف فاروق جعفر. تمام. فأنا بقول لحضرتك كابتن أسامة، هو اتحاد الكورة دلوقتي في ورطة حقيقية، ورطة حقيقية، لأن دلوقتي لو تم استكمال بطولة 99 ده معناه إن هتحصل أزمة كبيرة وأزمة عنيفة ممكن توصل للفيفا اتجاه الفريق أو نادي الزمالك، لأن كل الأندية ممكن تحتج على نتائج مباراتها مع نادي الزمالك. طبعًا. كده في أزمة من نادي الزمالك كده مخالف اللوائح ومخالف اللوائح الداخلية حتى لاتحاد الكورة، مخالف لوائح الاتحاد الدولي أصلًا فيما يخص تطبيق العقوبات على المسابقات الأعلى والأدنى أو نفس المسابقات. فبالتالي اتحاد الكرة شايف ان افضل وسيله لي للخروج من هذا المأزق ومش عايز اقول لحد يعني واستمرار مجامله نادي الزمالك هو الغاء هذه البطوله. الحاجه الغريبه استاذ علاء ان اتحاد الكرة خلاص اعتمد نتائج مسابقات الموسم عدا الممتاز وكاس مصر وبطوله 99 اللي اعتبرها دوره تنشيطيه. مظبوط يا كابتن اسامه، طبعا انا بقول لحضرتك ده المخرج الوحيد لازمه يعني لتفادي ازمه اكبر، وازمه بجد يا كابتن اسامه ممكن تكون ازمه فريده في نوحه تاريخ مش تاريخ الكره المصريه بس، هتبقى ازمه فريده من نوحه تاريخ الكره العالميه. لاول مره يمكن الفيفا لما توصل للورق ده تقريبا عمريا ما سمعنا عن ازمه مماثله ان اتحاد كره في دوله الغى بطوله ناشئين وتم تصعيد لعبتها بمخالفه اللوائح اللي يلعبوا مع الفريق الاول. فبالتالي يكون اتحاد كره من مصلحته ان هو يواصل استمرار مجامله نادي الزمالك بالغاء البطوله لتفاديا لازمه اكبر وازمه اعنف، لان وقتها ممكن نادي الزمالك يتعرض لعقوبات شديده جدا او على الاقل ابسط الايمان الغاء نتائجه مع فرق الدوري الممتاز وتعرض نادي الزمالك لعقوبات طبعا، وممكن تبقى العمليه اخطر للاسف بتفادي هذه الازمه. للاسف في 2021 بنشوف العجب من اتحاد الكره وقرارات طبعاً صراحه طبعاً غريبه. استاذ علاء شايف ازاي تصريحات الكابتن حسين لبيب المكلف باداره نادي الزمالك لما قال ان كابتن احمد مجاهد ما بيتاخرش عن نادي الزمالك لما بيكون في ماتشات مضغوطه بيرجع لنا لو حابين ناجل ماتشات او لا، وبعد كده احنا بنرجع للمدير الفني، شايف التصريحات دي ازاي؟ شوف يا كابتن اسامه، يعني السيده ام كلثوم كوكب الشرق قالت كفون الكلام عند التحدي. اعتقد ان كابتن حسين لبيب اعفانا واعفى كل اعلام النادي الاهلي واعفى كل جماهير النادي الاهلي واعفى كل الناس من حرج الحديث على وجود مجاملات لنادي الزمالك. اسف ان تعرض نادي الزمالك لمؤامرات، ان نادي الزمالك المظلوميه اللي هم عايشين عليها من 40 سنه تقريبا، الراجل طلع يعني انا شايف ان ده واحد امتداد لسلسله مراجعات نادي الزمالك. يعني سبحان الله دلوقتي كل يوم بيطلع لنا مسؤول سابق نادي الزمالك بيقول ان نادي الزمالك ما كانش يتعرض للمظلوميه وما كانش. شفنا كابتن حسن شحاته، شفنا الكابتن احمد حسام ميدو، وشفنا ابراهيم حسن حتى الفتره القليله جدا، كابتن ابراهيم حسن الفتره القليله جدا لعبها في نادي الزمالك، ازاي شعب نادي الزمالك بيحاول دايما طول عمره تصدير فكره المظلوميه للاعلام. ميدو قال ان احنا اللي ممكن نصلح حال نادي الزمالك طول ما احنا بنصدر المظلوميه لجماهير النادي وحتى خاطر الاعلام. الكابتن حسين لبيب اول مسؤول على كرسي في تاريخ نادي الزمالك يقول ان بيعترف ان اتحاد الكوره مش بيجامله، على الاقل خالص اتحاد الكوره ما بيظلموش على رايهم، يعني مش هقول مجامله، مع ان اصلا ان يتم تعديل او اخذ راي نادي الزمالك في مبارياته ده اعتبرها نوع من المجامله، لكن على الاقل خلاص احنا نبعد عن المجامله ونفترض حسن النيه. فبنقول ان الراجل نفسه الكابتن حسين لبيب هو نفسه رد على اعلام نادي الزمالك. يعني اعلام نادي الزمالك لما بمجرد تاجيل مباراه الزمالك والمحل لاسباب قوميه او اسباب وطنيه خرجوا من جديد بتصدير فكره المؤامره وان ده خدمه النادي الاهلي وان هم مش عايزين الزمالك يلعب عشان خاطر الضغوط. سبحان الله لما بيلعبوا يشتكوا من الضغوط ولما تجيلوا مباريات بيعتبروا دي مؤامره من اجل صالح النادي الاهلي. الحمد لله كابتن حسين لبيب اكرر المره الالف كفونا الكلام ده تحدي. كابتن حسين لبيب اغنى كل الناس ان هي تتكلم على اضطهاد اتحاد كره للزمالك
او مجاملات الكابتن احمد مجاهد للنادي الاهلي او ما شابه ذلك. والراجل قال اعترف بصوت وصوره وفي قناه محايده ولا قناه النادي الاهلي ولا قناه الزمالك. الراجل حتى وللاسف يا استاذ علاء وللاسف النادي الاهلي الممثل الوحيد هيلعب النهائي الافريقي هو اللي كان بيضغط له ماتشات في 24 يوم بيلعب 8 ماتشات. النادي الاهلي هو اللي عنده 6 لعيبه هيلعبوا في الاولمبياد رغم انها بطوله غير رسميه وغير معتمده وخارج الاجنده الدوليه، لكن النادي الاهلي هيبعت لاعيبته علشان هو نادي الوطنيه وبيساعد المنتخبات. شوف يا كابتن اسامه، والله العظيم رغم ان انا على يقين ان النادي الاهلي هيتاثر فنيا بغياب 6 من نجومه الاساسيين، يكفي حارس المرمى محمد الشناوي يكون غايب ان شاء الله. علي لطفي يعني ان شاء الله علي لطفي يعني يكون على قد المستوى ان شاء الله. لا انا قصدي يعني توقيت مهم جدا في بطوله الدوري بيجيب عنه على الاقل خالص. كان علي لطفي كان موجود كان امان للشناوي ان احنا عندنا اثنين حراس مرمى جاهزين، مصطفى شوبير طبعا ان شاء الله حارس واعد، لكن اقصد التوقيت نفسه ان النادي الاهلي في الوقت اللي كان فيه البعض بيصدر نظريه المؤامره وان اتحاد الكوره بيجامل النادي الاهلي ومش هياخد ولا لعيب من النادي الاهلي لطوكيو عشان يدي فرصه للكلام ده كله، وان النادي الاهلي بيخدع وقالوا ان حديث النادي الاهلي على او موافقه النادي الاهلي المبدئيه كانت من شهر او من شهر ونص لما الكابتن شرف حفيظ خرج وقال ان النادي الاهلي بيرحب ان هو يخوض مباريات اثناء وجود لعيبه النادي الاهلي مع المنتخب الاولمبي في طوكيو. وقتها الناس اعتبروا ده تصريح استهلاكي او تصريح مخادع للحقيقه، وقالوا ان وقتها النادي الاهلي وقت ما يجي اختيار القائمه او سفر المنتخب النادي الاهلي يعترض ويحتفظ بلاعيبته زي ما كل الانديه بتعمل. لكن النادي الاهلي بدل ما كانت الناس بتران على وجود 4 لاعبين، النادي الاهلي قدم 6 لاعبين، ولو كان المنتخب اليوم بيحتاج 3 لاعبين اساسيين من النادي الاهلي كان النادي الاهلي رحب طبعا. وده دور النادي الاهلي او ده دور النادي الاهلي مع كل المنتخبات. يا استاذ علاء اخيرا يا استاذ علاء عايز اخد رايك برضو يعني وجهه نظرك في مباراه الاهلي امام كايزر تشيفز والنهائي الافريقي. طبعا يا كابتن النادي الاهلي طبعا دايما وابدا المرشح رغم انفه، يعني النادي الاهلي حضرتك في اي وقت وفي اي حاله وفي اي ظروف هو المرشح الاول دايما وابدا للقب الافريقي. في انديه بتيجي بعديه طبعا بيكون في دي الترشيحات بقوه زي الترجي التونسي زي الوداد البيضاوي، يعني كان كل الناس من بدايه البطوله بتراهن على ان الاهلي في النهائي ده امر مفروغ منه، ويبقى المنافسه مين هيقدر ينجح يوصل مع الاهلي النهائي، هل الترجي ولا الوداد؟ الترجي جيب حظ النادي الاهلي في نصف النهائي فتم اقصاء النادي الاهلي اقصاه، فبالتالي كان كله بيرن على الوداد. وقبل الوداد كان البعض بيرن على صن داونز والنادي الاهلي اعتقد صن داونز. النادي الاهلي طبعا انت عارف حضرتك عامل بدور امير الانتقام، يعني النادي الاهلي تقمص دور انا وجدي في امير الانتقام ان شاء الله ربنا يكملها على خير ان شاء الله ان شاء الله. الو يا استاذ علاء بقول لك ان شاء الله ربنا يكملها على خير ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. فطبعا كايزر شيفز طبعا فاجئ الجميع ان هو يكون موجود، يعني حضرتك لو كنت عملت استفتاء قبل البطوله مستحيل كان حد يرشح فريق كايزر شيفز ابدا من الوصول حتى للمربع الذهبي اطلاقا يعني، لكن ظروف خدمته وطالما الفريق قدر يوصل لابعد نقطه اكيد فريق عليهم احنا نحترمه، لان الفريق الوداد يعني يكفي ان كايزر شيفز طلع فريق الوداد، الفريق الوداد ده كان على قدم المساواه مع النادي الاهلي في حصد اللقب. اكيد اخيرا بس عايز اقول لك على حاجه، يعني جمهور النادي الاهلي بيبعتها لك زي ما قفشه في الملعب جاب هدف على طريقه القاضيه ممكن، بيقولوا علاء عزت برضه بيسجل اهداف على طريقه القاضيه ممكن لكن خارج الملعب. والله دلوقتي النادي الاهلي نفسهم بيقولوا لقفشه، عارف قفشه يعني انا فوجئت دلوقتي النادي الاهلي نفسها لما نادي على مجدي بتقول له قفشه عارف قفشه. فانا اذا دلوقتي النادي الاهلي وصلت من السيده والحمد لله، يعني كنت موفق فيه فعمل رد فعل كويس وجاب عند جديد النادي الاهلي، وده كان ابسط رد على الادعاءات الكثيره جدا اللي بتطير للنادي الاهلي، والحمد لله قدرت اسعد جمهور النادي الاهلي. بشكرك يا استاذ علاء شكرا جزيلا، يعني بشكر الاستاذ علاء عزت الناقد الصحفي والرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت على المداخله دي، كانت مداخله قائمه وضح فيها يعني امور كتيره.